استاذه نسرين، عندكم احصائيات مثلا نسبه المدخنين الرجال للنساء في مصر؟ نسبه يعني مثلا الدكتور وائل بيتكلم عن احدى المريضات اللي كان عندها جلطه وعندها 18 سنه بسبب تدخين الشيشه. يعني الفتيات المدخنات في مصر نسبتهم قد ايه؟ النسبه عاليه جدا، يمكن اخر نسبه كانت عندنا انا كنت عارفاها كانت 40% من نسب الشباب اللي كانوا بداوا انهم يتعاطوا، احنا بنقول التبغ عشان انا يعني بشكله كله تحت مسمى التدخين، لان انا هقول لحضرتك حاجه، هي مش بس الشيشه لكن كمان السجاير الالكترونيه. بدات البنات تتوجه لحاجات كتيره يعني على اساس انها الستايل والحريه، وانها بقت موضه الايام دي، وده اللي يمكن شركات التبغ بدات انها تضحك بيه على الناس او على المستخدمين. يعني النهارده ما يبقى شعار منظمه الصحه العالميه السنه دي يمكن ما حدش فيكم قاله، اللي هو انكشف السر وانفضح التبغ. وده كان شعار يعني انا حسيت ان هو يعني طلع في وقت جامد وطلع في وقت مناسب عشان الناس تحذر من الالاعيب. يمكن اللي حضرتك ذكرت من شويه وجود بعض احنا نفسنا اتخضينا لما نلاقي بلد كبيره زي فرنسا وغيره بيقول ان ده التدخين مفيد لمرضى كورونا. لا يا جماعه، هي شركه دي انا بعتبرها سقطه من شركات التبغ وقعت فيها، لان اي مدخن عارف ومقتنع ان التدخين ضار جدا بالصحه، وصانع الشيء كاتب ان هو ضار جدا بالصحه، فده يعني خلاهم ان فعلا الناس ما تصدقش. فطبعا لا، الاحصائيات كمان الاستهداف في الاحصائيات الاطفال، حضرتك الاطفال والشباب، حضرتك احنا في المدارس. الاطفال تقصدي اللي هو التدخين السلبي يعني مثلا؟ لا لا يا فندم، التدخين السجائر وتدخين الشيشه الاطفال، في الاطفال وفي المدارس. وده يعني يمكن اقول ايه، 3 4 سنين الاخيره كنا الاول بنعاني ان احنا مثلا لما بننزل جامعه او كده البنات استحاله حضرتك تقيس لها بجهاز او كده، كانت بتتكسف تقف. دلوقتي حضرتك اللي بيجي عايزين يقلعوا البنات اكتر من الولاد، بل بالعكس بنجدهم كمان يتفخروا ان هم بيشربوا سجاير. فاصبح النهارده احنا عندنا خطر مش بيهدد، يعني احنا دلوقتي المجتمع بدا يفهم، لا بيهدد الجيل اللي طالع. احنا خايفين على المجتمع، خايفين على عطاء الجيل اللي طالع، لان فعلا احنا هنواجه مشكله فيما بعد.